اهلا ومرحبا بكم من جديد. كل الناس اللي بتابعوا الصباح السوداني، احنا وصلنا للملف الثاني من حلقتنا اليوم. كان الملف الاول عن ان اليوم الاول من اكتوبر هو يصادف اليوم العالمي للشلل الدماغي. الاول من اكتوبر الى نهايه الشهر هو اليوم العالمي يعني التوعية بسرطان الثدي او اكتوبر الوردي. يعني الشريط الوردي نحن دائما نشوفه في شهر اكتوبر، دائما يتزين به السيدات تعبيرا عن الدعم، وهو يعني رمز الدولي للتوعية، هو الشريط الوردي. اكتوبر الوردي هو شهر مخصص للتوعية بسرطان الثدي، وكان يعني اول شهر تم تخصيصه للتوعية بسرطان الثدي كان اكتوبر من العام 2006، ويمكن يكون تم تخصيص شهر كامل للتوعية بسرطان الثدي لخطورة هذا المرض، يمكن اصبح يعني اكثر شيوعا. دائما نحن بندعو للتوعية بسرطان الثدي، بندعو للفحص الدوري كنوع من انواع الوقاية. واليوم حنتحدث عن التوعية بسرطان الثدي. ضيفتنا داخل الاستوديو الدكتورة إسراء عوض الله، هي اختصاصي صحة عامة بالهلال الأحمر السوداني. دكتورة إسراء صباح الخير عليك. صباح النور، كيف أصبحتي؟ تمام الحمد لله. كيف الأحوال؟ تمام والله. الشهر ده حيكون عندكم شغل كتير شديد كده. والله إن شاء الله مخطط له تمام كده، والأمور كلها مية مية يعني ماشية كده من أول يوم كده حتكون سلسة إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. طيب في البداية يعني ليه تم تحديد شهر أكتوبر تحديدا وليه اللون الوردي؟ صراحة يعني في بداية المبادرة كانت في نيويورك من مؤسسة اسمها سوزان كومين في عام 1991، مجموعة من الشباب كده في اليوم 1 أكتوبر 1991 كمبادرة اتخذوا اللون الوردي كمناصرة تضامن مع مرضى سرطان الثدي. تحديدا اللون الوردي اختاروا له سبب معين كده، او يمكن يكون يعني بس يعني كنوع من او كرمز يعني هو من المبادرات دي بدوا تاني يتخذوا، حتى في مؤسسات تانية بقت تتخذ الوان اخرى كتضامن مع امراض تانية. الابيض هو برضو بقى كتضامن لسرطان الرئه، وكذلك الازرق لسرطان البروستات. فمن المبادرة الأولى اللي هي اتخذوا اللون الوردي بقيت في مبادرات تانية أخرى. 1991 هي بدأت كمبادرة، لكن كمبادرة تحديدا كده شهر أكتوبر ده تم تخصيصه سنة 2006. أيوة لكن هي من 1991 المبادرة من أصولها، واعتمدت دوليا يعني عام 1992. يعني ممكن يكون سرطان الثدي يعني بيتزايد، يعني كل سنه كده الحالات اللي بيتم اكتشافها كده في تزايد كده، ممكن قد تكون يعني الحاله دائما بتودينا للاسباب، الاسباب اللي ممكن تؤدي لسرطان الثدي. ايوه، هو معدل الانتشار زايد بنسبه مخيفه يعني بالذات في السودان. عوامل الخطر هي بالاصح هي ما بنقدر نقول اسباب لها حد الليله. في احصائيات جديده والله هو معدل الانتشار اكبر في السودان بنسبه كبيره. احصائيات ممكن كانت بنسبه لحد 2008 اخر احصائيات كانت بنسبه 34% نسبه الاصابه بالسرطان. ليه التاخر في الاحصائيات دي يا استاذ؟ 2008 دي بعيده شديد يعني من 2019. صح والله، لكن هي ما كده يعني، لكن ما حاولت كده يعني ثاني تكون في احصائيه ثانيه؟ لانه حاليا في كم حاله في السودان؟ والله في احصائيات بس هو يعني نسبة الانتشار زايد، حتى متركز في ولايات معينة يعني بالذات هي في أكثر انتشار في الولايات الشمالية. في الولايات الشمالية ودارفور، ولاية دارفور يعني أكثر انتشارا فيها. طيب طالما بنتكلم عن الولايات دكتور إسراء، الحاجة بتخلينا نسألك، الهلال الأحمر متواجد في الولايات لأي درجة؟ والله بنسبة كبيرة، هو تقريبا عنده في كل ولايات السودان فروع. في كل ولايات السودان. أيوة. وبتقدم يعني مثلا تحديدا اذا احنا في شهر اكتوبر، اكتوبر الوردي اللي هو التوعيه بسرطان الثدي، ممكن يكون كمان في الفحص الدوري في كل الولايات الفحصي موجود لسرطان الثدي؟ هو صراحه المتواجد فيها الهلال الاحمر؟ لا، هو الهلال الاحمر كجهه هو ما اختصاصه في التوعيه بسرطان، في جهات اختصاص اخرى من مسؤوليتها او هي متبنيه للفحص الذاتي او عندها مراكز رعايه صحيه في معظم الولايات.
صراحة نحن بننادي بزيادة عدد المراكز في الولايات أو إنشاء مراكز جديدة في الولايات اللي ما فيها. هو في نسبة بتاعت مراكز لكن بسيطة جدا حتى من جهة الاختصاص القائم على الأمر. يعني شكل الفحص ذاته ممكن يكون يعني ده نوع من أنواع التوجيه، مثلا إذا كان في ولايات معينة ما فيها مراكز للفحص ممكن يكون جزء من التوعية إنه في حالة الفحص الدوري أو تم تحديد يعني زمن معين كده للفحص الدوري، إنه مثلا ممكن يتوجهوا للولايات، يعني حدد الولايات الموجودة فيها مراكز زي دي. الشكل بتاع التوعية بسرطان الثدي يعني يا ريت لو تدينا عنها فكرة. تمام، التوعية الذاتية هي أهم أداة يعني للكشف. يعني مثلا المفترض يعني كل فتاة أو سيدة معينة تظهر عليها الأعراض أو العلامات، هي من كده الكلام ده بجرا لذكر الأعراض والعلامات يعني بتاعت المرض. الأعراض هي وجود كتلة في الأنسجة بتاع أنسجة الثدي، الكتلة دي هي يعني تظهر طوال مباشرة. المفترض كل سيدة تظهر عليها العرض ده، هو دي العرض الشائد جدا يعني شائع جدا لكل النساء. المفترض مباشرة من تظهر عليها العرض ده المفترض تمشي طوال المراكز بتاعت الفحص الذاتي أو تتوجه للطبيب مباشرة. لكن كالعادة يعني احنا السودانيين بنمشي في المراحل المتأخرة، أو الناس ما عندها مستوى بتاع وعي كافي بالأعراض والعلامات والفحص الذاتي. يعني ممكن حاجة بتودي للتوعية بالفكرة بتاعت الفحص الدوري، يعني الفحص الدوري يكون في شكل بتاع فحص الدوري كده يعني متعلق بتواريخ يعني وليس متعلق بأعراض. أيوة فعلا. المفترض شهريا الفتاة والسيدة تفحص شهريا ذاتي براها، وسنويا تمشي تقابل الطبيب. يعني نحن عبر كده بنرسل رسالة لكل السيدات يعني إنه يكون في شكل بتاع فحص دوري زي ما قلت شهريا مثلا، حتى إذا كان ما في أعراض ما في موضوع بتاع وقاية، ودائما اكتشاف المرض مبكرا في بدايته كده بيكون جزء كبير جدا من العلاج. التوعية ذاته بسرطان الثدي الشكل بتاعه بيختلف مثلا من متلقي إلى متلقي، يعني في ممكن يكون متلقي بسيط جدا يعني محتاج نوعيه بطريقه معينه، او في متلقي ثاني ممكن توعيه باي طريقه. يعني كيف بيتم وضع استراتيجيات للتوعيه في سرطان الثدي؟ أيوة فعلا. صراحه هو المشكله بتاعت التقبل الموضوع في الاساس من البدايه في المجتمع السوداني كانت عائق كبير يعني لحد فتره قريبه. معظم النساء هم بيخجلوا من انه يفحصوا ذاتيا، او يعني يعني حتى زي كلامك ده هو بيخجلوا انه يتكلموا عن الموضوع. دي بتكون يعني واحده من المشاكل من المشاكل العظمى يعني الكبيره. فحاليا يعني شويه يعني زاد، ده كان زمان يعني، لكن هسه حاليا شويه الوعي اترفع، اختلف الوضع شويه، فبقت الناس بتبادر يعني انها تفحص وحاجه تخوفا من المراحل المتاخره من المرض. يعني يعني قد تكون العواقب وخيمه في حاله الاكتشاف المتاخر للمرض. يعني ممكن يكون جزء من العلاج الاستئصال، يعني تفقد عضو من أعضاء الجسد بالتأكيد. يعني التحديات اللي بتواجه النساء السودانية المصابات بسرطان الثدي. والله تحديات كبيرة جدا. من أول التحديات هي العوامل الاقتصادية. معروف إنه تكلفة العلاج الاقتصادية هي أكبر عامل يعني بالنسبة لسرطان الثدي وبالنسبة للسرطانات عموما يعني. بالنسبة دي العائق الأول والأساسي في الموضوع. يعني الليلة لو توفرت الميزانيات فالناس أكيد أول ما تحس بأنه هي في تغيير في جسمها أو أي حاجة هي بتمشي، لكن العائق الأساسي هي بكون ما عندها قروش أكيد ما حتتمكن. دي حاجة بتكسلها زيادة من أنها تفحص أو تمشي أو كده. ممكن يكون كمان يا دكتورة إسراء جزء من الصحة العامة هي الصحة النفسية. أيوة يعني الأمراض كلها بالمناسبة تأتي بأمراض نفسية يعني. أيوة متوافقة معنا دائما المريض بالمناسبة يقول نفسيته أهم حاجة، والنفسية الطيبة للمريض هي بتكون جزء كبير جدا من العلاج. الصحة النفسية بالنسبة لسرطان الثدي فعلا والله من حيث الصحة النفسية دي أهم حاجة. يعني عندنا نوع من البيشن بتوهموا وهم يعني انهم اذا كان عندهم زول في الاسره مريض عنده اي نوع من انواع السرطانات وهي جاها نوع من الاعراض او بغض النظر عن هو سرطان او اي نوع مرض ثاني، فبتشخص روحها انها هي مريضه بسرطان الثدي مثلا بمجرد فهمها للاعراض يعني مثلا او لا لا يعني بس وهم من الاعراض بس وهم بس من الاعراض عموما بتربطه قبل الفحص يعني قبل مثلا ضروري تاكل لا لا بس مساله نفسيه كده مساله نفسيه. فكنا شغالين في برنامج بتاع توعيه نفسيه لانه احنا نحاول نزيح الحاجز ده. يعني هو الحاجه دي ما بتتاكد الا بالفحوصات المعمليه المتخصصه في المجال يعني. بعد الفحوصات حتى الناس تتاكد من النتائج الفعليه انه في ده سرطان ثدي تشخص يعني.
نعم. فمشكلة يعني كبيرة. ممكن يكون بصورة عامة كذا حتى إنه يعني نزرع فكرة الفحص الدوري، نزرع فكرة الوقاية، نزرع فكرة إن يكون حتى يعني إذا خرجنا إحنا من موضوع سرطان الثدي للأمراض الأخرى كده، إن يكون في شكل من أشكال الفحص الدوري. كيف ممكن تتزرع فكرة زي دي مثلا في أذهان والله يعني السودانيين بصورة عامة؟ نحن ممكن نوعي عن المرض بصورة عامة، عن الأعراض والعلامات، ونفعل المراكز بتاعت التشخيص الذاتي. يعني نحن ما ممكن نوعي على أساس ما في مراكز، يعني هي صراحة المراكز موجودة لكن بسيطة، يعني ما مفعلة الدور. وممكن نقوي دور الإعلام بصورة كبيرة، يعني نحن الإعلام هو الوسيلة العظمى، يعني أو الوسيلة الأساسية لتوصيل المعلومة لكل المجتمع السوداني. ممكن نركز شديد على الموضوع ده. وما أخذ ما في شهر أكتوبر بس، نحن حتى التوعية في منظمات خلال السنة هي شغالة في الموضوع. ما ممكن نركز على شهر أكتوبر بس، لكن ممكن نزيد فيه. وفعلا في مؤسسات كثيرة شغالة في الموضوع بتنشط بس في شهر أكتوبر، لكن بتخمل في بقية الشهور الباقية. فنحن لازم بدورنا نوعي في بقية الشهور أثناء السنة. أكيد، يعني كلام جميل دكتورة إسراء. اللي أنت قلتي آخر إحصائية كده يعني فعلية كانت في العام 2008. يعني أكثر فئة من يعني بيتصيبوا سرطان الثدي هم فتيات صغار السن، من السيدات، من الكبار، يعني فيها تحديدا من النساء كده الإصابة بتكون أعلى. والله عندنا حاجة اسمها عوامل الخطر. من عوامل الخطر الأساسية العمر، يعني هو معدل الإصابة بزيد بتقدم العمر. كل ما تقدم العمر كل ما زاد معدل الإصابة، بالذات في سرطان الثدي. يعني في أنواع تانية من السرطانات برضو بزيد بتقدم العمر، لكن سرطان الثدي العامل الأساسي فيه هو تقدم العمر. لكن في الآونة الأخيرة ظهرت لنا أعمار صغيرة. ده الشيء المؤسف يعني في السودان، إن ظهرت أعمار صغيرة. نسب كبيرة يعني مثلا ملحوظة؟ أيوة بنسب كبيرة. فده ناقص خطر زي ما بقولوا. بحثتوا في الأسباب شنو، إنه ليه ظهرت يعني في الأعمار الصغيرة؟ هي الأسباب أنون يعني غير معروفة لحد الآن استناو يعني. لكن يعذر يعني لعدد من العوامل، في السمنة. السمنة يعني عامل أساسي، في الكحول، استخدام الكحول، في عدم ممارسة الرياضة. الكحول استخدامه مثلا في مواد معينة اللي هي اللي يعني استخدامه في الصناعة كده مثلا، في تحديدا في أشياء معينة كده أنتوا يعني حددتوا إنه؟ لا ما حددنا، لكن تناول الكحول بيزيد عامل أساسي يعني في معدل الإصابة، زيادة معدل الإصابة. دي كمان بتخلينا يعني نمشي باتجاه تاني. ما في السودان، لكن في برضو بنسب بسيطة. بنسب بسيطة معدل تناول الكحول. أسباب تانية بتكون في؟ في أسباب تانية، لكن هو أسبابه حتى الآن أنون غير معروفة. غير معروفة، لكن في عوامل بتاعت خطر زي ما قلت لك. كمان برضو يعني يمكن يكون هي نسبة ضئيلة جدا، لكن سرطان الثدي يصيب الرجال برضو. أيوة بنسبة بسيطة. يعني برضو هل ممكن يكون مثلا في فحص سنوي، بيكون في دعوة إنه في فحص سنوي مثلا بالنسبة للرجال إنه يكون في فحص دوري؟ أيوة دي حاجة أساسية. ممكن برضو نحن نشتغل على الجانب بتاع التوعية، رفع الوعي، حتى لأنه هو طالما في نسبة بتاعت إصابة نحن لازم نرفع الوعي. أيا كان للنساء أو الرجال. طيب نحن يعني معنا الأستاذة هند سليمان عبر الهاتف من منظمة صدقات. أستاذة هند صباح الخير. السلام عليكم. صباح النور. كيف الأحوال؟ تمام الوردي علينا وعليكم إن شاء الله. كيف أصبحتي؟ والله الحمد لله كويسين. نحن الليلة في مدينة لبيض اللي هو تسكين الحملة إن شاء الله مع بداية أكتوبر، يوم 1 أكتوبر. فالأجواء جميلة جدا جدا ومطرة من مبارح. نحن برضو كمان الأجواء عندنا جميلة. يعني أستاذة هند، نحن يعني يوم 1 أكتوبر هو بصادف اليوم العالمي للشلل الدماغي، وشهر أكتوبر بصورة عامة هو شهر التوعية بسرطان الثدي. أنت في منظمة صدقات يعني، وتحية لكم كمان في منظمة صدقات، هي واحدة من أرقى المنظمات اللي بتعمل في السودان يعني بصورة يعني بفعالية عالية كده، يعني تحية كبيرة لكم كده. هل عندكم تخطيط معين لحملة كاملة خلال شهر أكتوبر بالتوعية بسرطان الثدي؟ أكتوبر هو شهر العالم للتوعية بسرطان الثدي، اللي هو في كل دول العالم بيكون في فعاليات. هي طبعا المفروض تكون فعاليات احتفالية، لكن احنا في السودان شوية كده تأذينا الناس شوية، ففيكون في أكتوبر هي فعاليات توعوية. صدقات هي منظمة خيرية
غير ربحية، بتشتغل في محاور مختلفة اللي هي الصحة والتعليم والتقنية. في الصحة عندنا اللي هو مشروع توعية سرطان الثدي، واحد من المشاريع الأساسية. المشروع من شغال من 2014 2015 أخذ مسمى عشان بنحبك. بعد ذلك بقينا بنشتغل في التوعية، وشوية بعد ذلك مررنا الولايات. وعندنا خطط بيكون ثابتة سنويا، مثلا تارجت معين نصل لها. حتى الشراكات بتاعتنا بتكون واضحة من أول سنة إن هي حتكون مع منو، والسنة دي عايزين نصل لشنو. حاليا انتم موجودين في مدينه الابيض، يعني هل الحمله حتكون مستمره طوال في مدينه الابيض ولا حينتقلوا لمدن ثانيه؟ تمام، هي عشان بنحب حمله بتقام سنويا منظمه صدقات. السنه دي احنا تدشين الحمله حيكون في ولايه شمال كردفان مدينه الابيض. احنا حاليا كنا في طابور الصباح مع المدارس، خمسه مدارس في الميدان. كان في طابور الصباح عاملين عرض بالإضافة لرسم الريبون اللي هو الشعار بتاع التوعية، اللي هم البنات يعني كانوا عاملينه بشكل في الأرض بالطرح الوردية. بعد ذاك احنا حاليا حنيجي للقاعة اللي هو التدشين المؤتمر الصحفي. بعدها حنمشي الجبل برضو، حتكون كزيارة لواحد من معالم المدينة. بعدها هنتحرك على الخرطوم. بعد ذاك حيواصلوا الشباب في مدينة الأبيض التوعية. احنا عموما شغلنا في الولايات بيتنفذ عن طريق شركاء محليين موجودين في كل مدينة. لانه مثلا احنا كصدقات بيكون صعب علينا نوصل نشتغل توعيه في كل ولايات السودان. احنا السنه دي بنستقيم مع 17 ولايه، بنستقيم مع 66 شريك محلي. نعم. استاذه هند، يعني تتحدث عن انه التوعيه بسرطان الثدي او انتم في منظمه صدقات من عام 2014 بديتوا تشتغلوا على شهر اكتوبر الوردي. من عام 2014 ل 2019 يمكن يكون تقريبا حوالي 6 سنوات، يعني في منظمه صدقات يعني ممكن يكون عندها احصائيه انه هل في تزايد في الحالات بتاع سرطان الثدي؟ طيب، احنا طبعا لان احنا شغلنا توعوي ما شغالين شويه في الجانب حق اللي هو جانب الاحصائي، لكن للاسف احنا يعني عندنا دي واحده من التحديات اللي تواجهنا، انه ما في احصائيات عموما موجوده. لانه مثلا لو في احصائيه كان حتفيدنا احنا مثلا نركز على ولايه على فئه مثلا بتعتقد حدد لك انه الفئه بتكون مصابه اللي هي مثلا النساء الرجال، وطبعا انا عندي اصابه للرجال، فمثلا بيوريك مثلا في مناطق الرجال مثلا كانوا بيكون اكثر تركز معاهم في المنطقه دي، فهي ما في. لكن مثلا احنا حاليا ممكن نكون قايسين مثلا مدى تجاوب المجتمع معانا. يعني في السنوات السابقه كان لقينا مشكله انه الجهات الحكوميه تكون شريكه معانا. بعد ذاك بنلاقي مثلا صعوبه في انه الشغل في المراكز التشخيصيه، لانه مثلا احنا جالنا توعوي. بعد ذاك الواحد لو حس بحاجه حتمشي وين؟ نعم. احنا الحاجه دي شويه بدينا نحلها، يعني مثلا في الجانب التوعوي، الجانب التشخيصي بدينا نحله بانه احنا حنعمل مراكز حيتم الاعلان عنها، دي حتكون كشف مجاني. يعني سؤال أخير أستاذة هند، سؤال أخير كذا، الأسباب الأكثر شيوعا يعني لإصابة بسرطان الثدي، الأسباب الأكثر شيوعا للإصابة بسرطان الثدي؟ طبعا سرطان الثدي ما عنده سبب واحد يجيبه، هو بس في عوامل بتخلي السيدة هي أكثر عرضة لإصابة سرطان الثدي من غيرها. اللي هي مثلا العامل الوراثي، كمان عندنا اللي هو الحمل بعد 35، زيادة الهرمونات في الجسم، دي كلها عوامل بتخلي انه انا بكون اكثر قابليه من غيري لاصابه سرطان الثدي. لكن في النهايه احنا كتربيه جسمنا كسيدات كلنا معرضين لاصابه سرطان الثدي، عشان كده احنا ننصح كل السيدات باجراء الكشف الذاتي الشهري اللي هو كشف بسيط جدا بنقوم به السيدة الشهريه في البيت بعد الدوره الشهريه بثلاث يوم، عشان عن طريق حركات دائريه عشان تقدر تكتشف التغيير الموجود في الثدي بتاعها. بعدها لو حاسس بانه في تغيير تتوجه لاقرب طبيب، ولان كمان انه التغييرات 10% منها هو الخبيث وال 90% منها اللي هو الحميد، فطالما نسبه يعني الحميد هي اكبر معناه انه احنا يعني شنو. استاذ هندي، يعني شكرا كثير على المعلومات كده، يعني يمكن يكون يعني انا اسف جدا للمقاطعه، لكن احنا يعني وصلنا لخواتيم حلقتنا كده يعني او حوارنا. شكرا كثير على المعلومات اللي قدمتها لنا، نتمنى لكم التوفيق منظمه الصدمات. شكرا جزيلا. منظمه الصدقات ان شاء الله. شكرا لك كثير. شكرا لك. الأستاذة هند سليمان هي مسؤولة حملة أكتوبر الوردي بمنظمة الصدقات. شكرا كثير على الوعي اللي أنتم بتقدموه في كل ولايات السودان. شكرا لك كمان كثير، يعني شرفتينا ونورتينا دكتورة إسراء عوض. تشرف الله عليك. الله يخليك يا رب كده. أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله دائما في حملات التوعية اللي أنتم بتقدموها، دور كبير جدا اللي أنتم بتقدموه ده إن شاء الله كده، يعني ربنا دائما يوفقكم يا رب. إن شاء الله. لسه تتواصل صباحات سودان، إحنا هنطلع فاصل. عندنا أفكار، فقرة أفكار مع سندس، تابع الفقرة ونجيكم راجعين.